ما احنا بنقارن مارادونا بميسي، لا ميسي بكل امانه قدم حاجات تزيد عن مارادونا، خصوصا ان احنا بنتكلم في كوره متطوره دفاعيا وتكتيكيا. يعني مارادونا ايام مارادونا الدنيا كانت مفتوحه شويه، لكن دلوقتي الكره كلها اتغيرت. الكره اتغيرت تكتيكيا، لا تكتيك، وحتى المواهب قلت. النهارده بتتكلم عن مراكز وتحركات وادوار مركبه وتحليل اداء وارقام، الامور مختلفه. لا النهارده انا بشوف ان فعلا كره القدم في السنوات الاخيره، رغم طبيعي ان ميسي بحكم عامل السن ما بيقدمش نفس الاداء اللي كان بيقدمه وهو صغير. أيوة صحيح. أيوة. لكن دلوقتي مثلا نشوف ان ميسي بيقدر يجني بطولات والقاب في وجهه نظري، بسبب كمان حاجه مهمه قوي، ان هو في السن ده يا سهام لم يكن مثير للمشاكل في منتخب بلاده. يعني كلهم بيحترموه. ليه؟ ان ميسي حتى لو عنده بعض النقاط بيقولها في الغرف المغلقه. ميسي لم يستخدم الاعلام في نهاية حياته للحفاظ على مكانته، رغم انه بيغلط. شفناه في المونديال فنيا، لو بنتكلم تحليل فني كان بيغلط. شفناه مع منتخب الارجنتين في ماتشات كان بيغلط، بس هو محبوب بسبب شخصيته الهادية. وكان دي ماريا بيشيله وبرضه يقول لك ده كان، وكان بيسجل ويقول لك ده كان مظلوم، ده مظلوم اعلاميا يعني. لا وبياخد اللقطة هو. انهي الحتة دي؟ ان في الاخر ميسي في تاريخه ما كانش لعيب اللقطة. ايوه صحيح. ولم يسعى له. لم يسعى. مش هدي بقى، يعني مش هعمل مقارنات. قارن مع لعيبه ثانيه ولعيبه كبيره. بس لا، ميسي في نهايه حياته عمره. مش عايز تقول رونالدو يعني؟ نعم. لا مش عايز تقول رونالدو. ونقدر، انت عايز الناس تاكلني. انا مش عايزك تقول رونالدو. انا مش عايزك تقول رونالدو. لا ده شخصيه مختلفه. لا شخصيه مختلفه. امال مين لعيب اللقطه؟ لا هقول لا، هو ميسي عمره ما سعى انه قدام الكاميرا ياخد لقطه. دايما سعى للعب كفرد في الجماعه، وسعى ان هو يبقى داخل المنظومه، وحتى لو المنظومه فيها مشاكل ابقى على هذه المشاكل داخل الغرف المغلقه. خليني اقول ان هو مش عيب ان انت تستخدم الجانب التسويقي، لانها ممكن تكون نقطه قوه عندك ما يمتلكهاش غيرك. يعني جزء من تكوينة رونالدو الجانب التسويقي لشخصيته، هو كاركتر مؤثر طول الوقت. فهو ذكي جدا في استخدام النقطه دي، بانه يبقى بتاع شو، يبقى بتاع لقطه. واللايف ستايل بتاعه هو بيعرف يوظف ده. وده مش عيب، لان ميسي امتلك نقاط قوه تانية اهم. انا مش في حاجه الى شو او لقطه عشان ابقى ميسي اللي انا وصلت له. يعني انا عجبني مقوله سمعتها لحد مهم يعني في الفتره الاخيره، وهو بيقارن ما بين فيروز وام كلثوم. فبيقول ان فيروز مش محتاجه تتمايل ولا محتاجه الى تصفيق، ده رايه، هي قادره تصنع الحاله بفنها بس، في حين ان ام كلثوم بتستخدم الجانب الثاني. فام كلثوم الجانب ده مؤثر جدا جدا في صناعه الكاركتر او الشخصيه او الحاله بتاعتها، فده لا يعيبها. في النهايه انت مهم تدرك ايه نقاط قوتك وازاي تستخدمها. فنموذج رونالدو مفيد جدا 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 ونقدر نتعلم منه، ونموذج ميسي على الجانب الاخر ايضا مثالي في توظيف قدراته او توظيف نقاط القوه عنده، وان هو يستخرج منها افضل ما لديه. حاسه انك عايز تقول حاجه تعقيبا على عشان دي مش فكره.